ومشاهدينا، بعد 7 سنوات على الأزمة في سوريا، مجلس الأمن ينقسم على نفسه، فهل بدأ عصر جديد لهذا المجلس؟ وهل آن الأوان لفرض القانون الدولي على الأسرة الدولية؟ وما هي خيارات الغرب ما بعد الفشل المتكرر لهم في نيويورك؟ ما جدوى السعي الغربي لعقد اجتماعات متكررة وبعناوين مختلفة لمجلس الأمن حول ملف الأزمة في سوريا؟ وهل يجدي هذا الأسلوب في ثني الحلفاء عن الوقوف إلى جانب دمشق؟ هل هناك علاقة ما بين ما يحققه الجيش العربي السوري في الغوطة وبين ما جرى في مجلس الأمن؟ ماذا يعني إحالة بعض الملفات المتعلقة بالأزمة في سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليها؟ وما جدوى هذه الخطوة وتأثيرها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، الذي ينضم إلينا عبر خدمة السكايب من نيويورك. حياك الله دكتور بشار. مساء الخير عزيزي أستاذ زياد، وشكرا لاستضافتي في هذا البرنامج الهام. الرحمة أولا للشهداء والدعاء بتماثل الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى إن شاء الله. نبدأ مباشرة بالحوار. في تصريح لكم بعد انتهاء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، قلتم بأنه ما حصل هو مهم من الناحية السياسية وليس فقط من الناحية الإجرائية، لأن مجلس الأمن ظهر بمظهر المنقسم على نفسه سياسيا وليس إجرائيا حول ملف الأزمة في سوريا. لو تشرح لنا ماذا يعني هذا الانقسام وكيف يمكن لدمشق الاستفادة مما حصل؟ شكرا للبدء بهذا السؤال الهام، واسمح لي أن أقترح أن تكون هذه المقابلة بمثابة نوع من التثقيف لمشاهدينا الكرام حول آليات عمل مجلس الأمن. نعم. لأن هناك كثير من الخفايا الحقيقة تخفى على الناس غير الاختصاصيين طبعا. صحيح. بالنسبة لآليات عمل مجلس الأمن. نعم. مجلس الأمن عموما كل أول شهر هناك رئاسة جديدة تتكلم، يعني رئاسة مجلس الأمن تتغير كل شهر. نعم. في أول يوم من رئاسة الدولة التي تستلم رئاسة مجلس الأمن تعقد اجتماعا وتحدد جدولا للأعمال، جدول الأعمال صالح لمدة شهر. نعم. وبطبيعة الحال جدول أعمال مجلس الأمن كل شهر يتضمن تقريبا 4 اجتماعات ثابتة حول سوريا. نعم. 4. يعني في كل أسبوع جلسة. تماما. الآن أن الدول الغربية وحلفائها داخل مجلس الأمن اعتادوا منذ بداية الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا على تقديم مشاريع قرارات والدعوة إلى عقد جلسات رسمية غير رسمية، منها ما هو بشكل طارئ، وهي الكلمة المفتاحية، طارئ يعني غير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الذي تم تثبيته في ظل الرئاسة الجديدة، وهذا ما حصل يوم 19 شهر. الرئاسة الهولندية فاجأت بين قوسين، لأن الوفود السابقة كانت تعرف. لكن الرئاسة الهولندية طرحت جدول أعمال غير توافقي، بمعنى أنه لم يتم التوافق عليه من قبل الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن قبل بدء الجلسة التي شاهدتموها على التلفزيون. هذا الأمر مخالف للإجراءات، لإجراءات العمل داخل المجلس. ولذلك الحقيقة الذكاء الروسي، الصيني، البوليفي، الكازاخي، الناس اللي تفهم بالعمل الإجرائي في مجلس الأمن. نعم. والتي تعرف تماما أبعاد وأبعاد التحرك الغربي من وراء هكذا تلاعب، اعترضوا على هذا الكلام، وخاصة الوفد الروسي الحقيقة هو اللي اعترض قائلا للرئيس عن أي جدول أعمال تتحدث، ما هو جدول الأعمال الذي تعقد هذه الجلسة في ظله. نعم. وصفت في يد الرئيس طبعا كما شاهدتم، وبدأ يناقش الأمر مع الأمانة العامة لمجلس الأمن. الأمانة العامة طبعا خبراء موظفين دوليين قالوا له بأنه مطلب الروسي شرعي مشروع. فإجابة الرئيس الهولندي كانت إجابة غير قانونية، حاول أن يفرض الجلسة بالقوة، اعترض الروسي مجددا، دعمه الصيني والكازاخي والبوليفي،
تم المناقشة مع الأمان العام مجددا، والأمان العام قالت للرئيس لا يمكن أن تعقد الجلسة إلا إذا تمت الموافقة على جدول الأعمال. نعم. فطرح الرئيس مجددا قصة جدول الأعمال على الحاضرين. طلب الروسي وضع هذا الكلام على التصويت. التصويت هو إجرائي، يعني ما في فيتو. نعم. يحتاج الأمر للحصول على 9 أصوات لكي تنعقد الجلسة. إذا لم يحصل صاحب الطلب يعني هو الرئيس طبعا، نعم، على 9 أصوات يسقط الطلب الإجرائي، يعني تسقط الجلسة، يصبح من المستحيل عقد الجلسة. نعم. فطبعا حاولوا الغربيين أنه يتلاعبوا مجددا، ولكن طرح الموضوع على التصويت فاز الغربيون فقط بثمانية أصوات، يعني كان ناقصهم صوت واحد فقط لكي يعقدوا الجلسة. نعم. وبالتالي إجرائيا أسقط في يد الرئيس وأعلن بموجب إجراءات أنه لا يمكنه عقد الجلسة لأن النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة لم يحصل. نعم. وبالتالي تم إلغاء الجلسة كما شاهدتم، وتم إخراج ما يسمى بالمفوض السامي لحقوق الإنسان اللي هو الأردني زيد بن رعد من القاعة، ومنعه من تقديم المسرحية التي كانت مبرمجة مسبقا مع الدول الغربية. نعم. طيب دكتور، وصفتم هذا الانقسام بأنه انقسام سياسي أكثر ما هو انقسام إجرائي في هذه الجلسة، هل هي الانقسامات أو عدم التصويت كان بناء على مواقف سياسية أم الاعتراض عليك إجراء؟ كلاهما معا. كان هناك اعتراض إجرائي كما قلت، لأنه فعلا كان في مخالفة لقواعد عمل مجلس الأمن، والحقيقة هي مخالفة فيها كثير من الاستهتار بدول دائمة العضوية مثل روسيا والصين وبدول أخرى غير دائمة، بعضها أفريقي وبعضها آسيوي. نعم. وبعضها من أمريكا اللاتينية. لا أخفي سرا أن التصويت الوفدين الأفريقيين غينيا الاستوائية وساحل العاج يعزى أساسا إلى إدراكهما بأن استخدام مادة حقوق الإنسان للضغط السياسي قد تنالهما يوما ما. نعم. ولذلك هنا يدخل البعد السياسي في الموضوع بالنسبة للدول الأفريقية. بالنسبة للدولة الآسيوية كازاخستان، أنت تعرف أنها تستضيف اجتماعات أستانا. نعم. وبالتالي لا تستطيع كازاخستان أن تقف ضد الضامن الروسي الموجود في مجلس الأمن، لأن روسيا هي ضامن من الدول الضامن الثلاثة في أستانا، كما أن كازاخستان تستضيف اجتماعات أستانا، وبالتالي كان من المحال على كازاخستان أن تكسر الإرادة الروسية وتقف مع المجموعة الغربية في هذا المضمار. بوليفيا طبعا موقفها معروف، موقف مؤيد لنا ولقضيتنا في مجلس الأمن منذ أن دخلت إلى المجلس قبل عام ونيف بعد فنزويلا طبعا. فكل هذه المعطيات دفعت أيضا بأربع دول أخرى إلى الامتناع عن التصويت. عفوا مش أخرى، هي نفس الدول اللي حكيت عنها امتنعت عن التصويت. في حين أن روسيا والصين وكازاخستان وبوليفيا صوتت ضد. وهكذا لم يتحقق النصاب القانوني اللي هو 9 أصوات. إذن هناك شيء إجرائي نعم، ولكن هناك خلفية سياسية في نفس الوقت. طيب دكتور، أليس غريب أن تقع هذه الدول الكبرى بهذه الأخطاء الإجرائية البسيطة في مجلس الأمن؟ يعني دول كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تقع في مثل هذا الخطأ الفادح؟ هو سؤال هام الحقيقة، هذا السؤال، لأن فعلا الرئيس الهولندي غير كفء في إدارة أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، ولأنه وقع في الفخ الفرنسي. الوفد الفرنسي، السفير الفرنسي كان متكبرا إلى درجة لا يمكن أن تصدقها، حتى أنه ضحك مع السفير الكويتي في المجلس عندما طلب الروسي التصويت، وكأن لسان حاله ما كان يقول بأن الروسي سيفشل. يعني حتى آخر لحظة كان السفير الفرنسي واثقا من أن النصاب سيتم إحرازه، وأن الجلسة ستعقد، وأنه سيتم أعطاء الكلمة
المفوض السامي لحقوق الإنسان لكي يبني بسمومه النفاثة في هذه الجلسة. نعم. فهو التكبر الغربي وعدم القراءة الدقيقة من قبل الرئاسة والدول الغربية للمشهد السياسي بدقائقه وتفاصيله أدى إلى هذه النتيجة. نعم. طيب دكتور، أسأل اليوم عن استفادة دمشق من كل ما جرى في مجلس الأمن، وأيضا أتحدث عن موقف دمشق اليوم في مجلس الأمن وفي هذه المنظمة الدولية ما بعد الغوطة أو ضمن إجراءات الغوطة التي تتحقق يوما بعد آخر. ما هو موقف دمشق اليوم في هذه المنظمة الدولية؟ يعني حقيقة هون بدي أذكر بمثل مكسيكي حلو باعتبار نحن هون قريبين من المكسيك في أمريكا. المثل المكسيكي بيقول: لقد حاولوا دفننا لكنهم لم يعلموا أننا بذور. يعني بمعنى بذور لا تموت، تنبت من جديد. صحيح. فلا يستطيع أن يدفن قضية عادلة، لأن القضية العادلة هي بمثابة بذور تنبت مجددا وتعطي الحياة. الدول الغربية الحقيقة هو كان في نوع من الإرهاب الدبلوماسي الذي مورس بحق سوريا. نعم. دعني أعطيك بعض الأمثلة. تفضل. ما أعنيتني هذا الكلام. في الدورة السابقة 71 يعني 2017 عقد مجلس الأمن 59 اجتماع عن سوريا. تخيل. نعم. 59 اجتماع حول سوريا في العام 2017. منذ شهر آذار 2011 وإلى الآن اعتمد مجلس الأمن 30 قرارا حول سوريا، حول الوضع في سوريا. نعم. العام الماضي فقط أدليت أنا ب 35 بيان في مجلس الأمن. هذا العام من 1 كانون ثاني إلى اليوم عقد مجلس الأمن 13 اجتماعا حول سوريا. يعني لسه نحن ما خلصنا الشهر الثالث. نعم. وعقد مجلس الأمن 13 جلسة حول سوريا. أضف إلى ذلك أنه في كل سنة هناك 3 مشاريع قرارات في الجمعية العامة. مشروع قرار كندي، مشروع قرار سعودي قطري. تخيل أنه بيذبحوا بعضهم في منطقتهم، بيتآمروا على بعض، لكن عندما يتعلق الأمر بسوريا الاثنين بيوقفوا مع بعض. صحيح. بيقدموا مشروع قرار في الجمعية العامة. يعني بذلك السعودية وقطر. نعم. ثم هناك مشروع قرار تقدمه قطر وإيشتينشتاين. هدول هذه القرارات في الجمعية العامة. نعم. فأضف إلى ذلك اجتماعات أخرى بيسموها اجتماعات غير رسمية اسمها أرية فورمولا، يعني اجتماعات غير رسمية لصيغة الأرية. يحضره عادة من يريد من أعضاء المجلس. وسبب عقد هذه الاجتماعات هو أن مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعارض عقد جلسة معينة. فمن يريد أن يدعو للاجتماع أو من يدعو لهذا الاجتماع ولا يحصل عليه في جلسة رسمية يحول هذا الاجتماع إلى صيغة أرية فورمولا، فتجتمع الدول التي تريد أن تلبي الدعوة باجتماع لمجلس الأمن غير رسمي. نعم. طبعا هذا الكلام يتم يعني عشرات المرات كل عام حول سوريا بسبب اعتراض الوفود الصديقة في المجلس على عقد مثل هكذا اجتماعات. بند الحالة في الشرق الأوسط الذي كانت سوريا وراء إدخاله على جدول أعمال مجلس الأمن، والذي يعنى بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية والجولان السوري المحتل. تخيل أن عربان في الخليج وبقية من يقف معهم قتلوا هذا البند مع الدول الغربية وحولوه إلى بند للحديث عن سوريا. نعم. يعني قتلوا مرجعية البند المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. نعم. وبالقضية الفلسطينية والجولان السوري، وحولوه إلى بند يتحدث فقط عن الوضع في سوريا. نعم. أنا أعطيك أمثلة فقط على مدى جهل البعض وتآمر البعض بالنسبة لقضايانا الرئيسية في الأمم المتحدة. نعم نحن نواجه حرب إرهابية دبلوماسية في الأمم المتحدة وخارجها. طيب. أنتم ترون مختصرا موجزا لهذه الحرب الإرهابية في الجلسات التي تعقد، ولكن صحيح. هذه الحرب الإرهابية تمتد لتأخذ أشكالا عديدة.
لا مجال للحديث عنها اليوم. نعم. لأن البعض قد يفسرها بأنها غير ذات صلة بالموضوع. طيب لن نتحدث بالتفصيل عنها، ولكن أتحدث عن هذه الحرب الدبلوماسية والحرب السياسية التي تشن في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكثرة هذه اللقاءات التي تحدث عنها، أو عفوا الاجتماعات المعنية بالأزمة في سوريا. هل هذا الأسلوب يجدي؟ هل يمكن ثني الحلفاء عن الوقوف إلى جانب دمشق، خاصة وأن هناك حديث عن إحراج لروسيا خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني؟ هو كان هناك مراهنة غربية على إحراج روسيا. أنا أتحدث عن الجلسة التي جرت في 19. نعم. والجلسات الأخرى التي قبلها. نعم. يعني الغربيون دائما يراهنون على إحراج الأصدقاء الروس في مجلس الأمن. بطرح موضوعين الحقيقة، الموضوع الإنساني محرج لأي كان يعني، وموضوع أسلحة الدمار الشامل. نعم. لذلك كان الغربيون دائما يركزون على الموضوع الكيماوي من جهة والموضوع الإنساني من جهة ثانية. نعم. الشيء المهم الذي فاتني أن أذكره لكم هو أنه عادة التصويت الإجرائي الذي تحدثت عنه في أول سؤال. نعم. يتم عادة في جلسة مغلقة، يعني غير عالمية وغير منقولة للإعلام، بمعنى أن الرأي العام لا يشاهد هذا المشهد يلي هو التصويت الإجرائي، بحيث أن الدول الأعضاء في المجلس تصوت إجرائيا في جلسة مغلقة وليس في جلسة عالمية مفتوحة. في تلك الجلسة التي جرت قبل أيام أصر الوفد الفرنسي والوفد الأمريكي والوفد البريطاني على أن يجري الإحراج للروس في جلسة عالمية، وأن يدفع الوفد الروسي لطلب الإجراء التصويتي في جلسة علمية. يعني هذا بيعطيك قديش انطباع قديش كانوا متفائلين بإمكانية هزيمة الاقتراح الروسي. نعم. وبعقد الجلسة. لكن تجاهل السفير الهولندي اللي هو رئيس مجلس الأمن لهذا الواقع، للمعارضة الروسية الصينية اللي حكينا عنها، وصلف وعجرفة الوفد الفرنسي أوصلهم إلى هذه الهزيمة النكراء. نعم. التي شاهدها الرأي العام العالمي كله. طيب دكتور، أسأل عن الضخ المستمر في عقد الجلسات، الضخ المستمر في اتهام سوريا، تارة في الملف الكيميائي، تارة في الملف الإنساني، تارة في كثير من القضايا. هل يعني كل هذه الهجمة، هل هناك ما وراء يعني هل هناك وراء الأكمة ما وراءها؟ هل هناك سعي حقيقي لعدوان على سوريا؟ هل هناك سعي حقيقي لإجراء ما ضد سوريا؟ ما إمكانية ذلك في ظل مجلس أو تحت سقف مجلس الأمن؟ لا، بطبيعة الحال الغربيون لا يعترفون بالفشل، وهي موازين قوى في النهاية. نعم. يعني في موازين قوى في العالم طبعا، في العواصم وفي مجلس الأمن بشكل خاص. نعم. لكن الغربي بشكل عام بنصب نفسه كما تعرف وصي على مسائل حقوق الإنسان وعلى قصص منع الانتشار أسلحة الدمار الشامل وأزمات اللاجئين والمرأة والعنف الجنسي والأطفال في النزاعات المسلحة وكل هذه القضايا الرنامة اللي تسمعوا فيها من حين لآخر. لكن هذه الدول الغربية اللي تنصب نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان هي بالأساس تملك رصيد هش يعني يندى له الجميع في مضمار حقوق الإنسان، وليس هناك ضرورة للتذكير بالماضي الاستعماري لهذه القوى الثلاث التي نتحدث عنها والتي تهيمن على مقدرات مجلس الأمن. يعني نحن نعرف شو عنده بفلسطين والعراق وليبيا. نعم. وأفغانستان واليمن وأفريقيا ونيكاراغوا وفنزويلا وغرينادا وكمبوديا وكوبا إلى آخره. يعني القائمة لا تتوقف عند هذا العدد من الدول. لكن الغرب صرف مليارات الدولارات، ونحن فقط نستشهد يعني من حين لآخر بما قاله رئيس الوزراء القطري السابق حماد، من أنه والله صرفوا 137 مليار دولار. صحيح. لتدمير سوريا. هو الرقم أعلى من هيك كثير، يعني لحتى نكون واقعيين. نحن اليوم في فضائح عم تطلع جديدة ما لها علاقة، يعني ظهرت بعد حديث حماد. قصة تهريب السلاح من بلغاريا وأوكرانيا وإلى آخره،
الى سوريا عن طريق الاردن وعن طريق السعوديه وتركيا. نعم. القصص الاخرى المتعلقه بادخال كيماوي بكميات كبيره الى عده مناطق في سوريا لاستخدامها. نعم. الاموال التي تصرف على الدعايه والبروباغندا، يعني المبلغ اكبر من هيك بكثير. ما اريد ان اقوله هو انه عاده الغرب بعد ان يصرف هكذا اموال، نعم، ويمكن احنا عم نبالغ شوي عم نقول الغرب انه هي اموال صرفوها العربان وليس الغرب، لكن الغرب هو المايسترو وهو الذي استثمر اعلاميا واستثمر ادواته في المنطقه وبكلفه عاليه مثل ما حكينا. نعم. طيب هذه المبالغ والاستثمارات وين بيروح فيها الغرب اذا اعترف بالفشل وهو يعرف انه فشل في مشروعه في سوريا؟ نعم. ستستمر الجلسات الاستعراضيه برايي بمجلس الامن والجمعيه العامه وفي منابر الامم المتحده بنيويورك وفي جنيف وفي لاهاي موضوع الكيماوي وفي فيينا والى اخره. نعم. هذه المساله ستستمر طالما استمر تقدم الجيش العربي السوري وقصر من عمر المشروع التآمري على الشعب السوري وعلى الدولة السورية. نعم. بمعنى أن هذان الملفان متلازمان، من يحسم قبل الآخر هو الذي ينتصر، ولذلك تقدم الجيش العربي السوري وحسمه العسكري الميداني هو الأساس الذي سيؤثر سياسيا على كل هذا الجو التآمري في مجلس الأمن. أريد أن أعطيك مثال آخر. تفضل. حتى الآن هناك كل شهر كما قلت لك جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا. آخر تقرير قدم قبل يومين يحمل الرقم 49. 49 تقرير منذ بدء الأزمة في سوريا إلى الآن حول الوضع الإنساني، وإلى الآن بعد 49 تقرير لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة ولا كبار موظفينهم ولا الأوتشا فهموا حقيقة الوضع الإنساني في سوريا. 49 تقرير على مدى 49 شهر وما زالوا حتى الآن ما عم يفهموا حقيقة الوضع الإنساني. نعم. طيب شوف أنت شو بيقول التقرير يلي طبعا وقعه الأمين العام، لكن ليس الأمين العام هو من أعده، اللي أعدوه من المافيا الموجودة في الأمانة العامة واللي بيرفعوا له التقرير. شوف شو بيقولوا مثلا. طبعا هو التقرير بيعتمد بشكل رئيسي على ما يسمى بالمصادر المفتوحه. المصادر المفتوحه يعني تركيا والاردن واسرائيل وقطر والسعوديه والخوذ البيضاء والخوذ الحمراء والخوذ الصفراء والى اخره. شوف شو بيقول الفقره 18 من التقرير. واقترس. تفضل. قدمت حكومه الجمهوريه العربيه السوريه الى مفوضيه حقوق الانسان معلومات عن انتهاكات مزعومه. هون هو عم يشير للرسائل المتطابقه اللي نحن بنبعث اياها باستمرار حول قصف مدينه دمشق والاعمال الارهابيه التي تجري. نعم. واتابع ولا يمكن للامم المتحده التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. تخيل ان الامين العام الذي لديه عشرات الوكالات المتخصصه التابعه له والتي تعمل في دمشق وسوريا ولديه اوتشا الذراع الإنسانية صحيح وهناك وكالات إعلام موجودة في سوريا وتنقل الواقع وقصة القصف غير الرسائل التي نحن نقصف بها من هنا حول ما يجري يوميا من إرهاب بحق مدينة دمشق العاصمة. ومع ذلك يقول الأمين العام أنه لا يمكن للأمم المتحدة التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل. تخيل. بينما بالملف الكيميائي يأخذون مواقف بناء على الخوذ البيضاء وإلى آخره، يعني يبنون مواقفهم بناء على معطيات من منظمات غير معروفة أصلا. سأكمل جملتي وسترى أن ما قلته للتو هو بالضبط ما أريد أن أقوله. يتابع الأمين العام يقول كما أنه عندما يتناول ما يتعرض له حوالي 7 ملايين مدني في هذا كلامنا نحن الحقيقة. عندما يتناول الأمين العام في تقريره الإنساني ما يتعرض له 8 ملايين مدني في دمشق جراء مئات القذائف اليومية التي قتلت المئات، يكتفي الأمين العام بقول ما يلي وأقتبس: استمرت الهجمات على الأحياء السكنية في دمشق أيضا من الغوطة الشرقية خلال الفترة المشمولة للتقرير مما أسفر عن وفيات فضلا عن الإصابات والضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية. انتهى الاقتباس. هل لاحظت الفارق بين كيف القسم الاول
وكيف القسم الثاني. نعم واضح واضح الفرق دكتور، يعني يرون ما ما يريدون ان يعني يروه فقط. تمام تمام. مع ذلك عزيزي المشروع فشل ونحن انتصرنا في معركتنا ضد الإرهاب. نعم. وأمامنا الانتصار العسكري الحاسم ضد هذا الإرهاب. نعم. وبالتالي كل ما تراه من جعجعة في مجلس الأمن ستنتهي وستنحشر حكما إن شاء الله. يعني كل هذه الضغوط غير مؤثرة، وكل هذه الضغوط لن تؤثر على عمليات الجيش ولن تؤثر على هدف سوريا الأسمى وهو تحرير سوريا من كل الإرهاب. يعني هذه الضغوط لن تؤثر، أفهم من كلامك؟ لأن كل هذه الاجتماعات عزيزي هدفها هو الابتزاز السياسي من حكومة سوريا. طيب دكتور، هناك من يرى اليوم بأنه مجلس الأمن يعني بات يعني بات أوضح من ذي قبل، باتت هناك عدم سيطرة غربية بشكل كامل عليه، خاصة مع ظهور قوى أخرى في هذا العالم مناوئة للغرب. هل الجلسة الأخيرة توضح لنا شكل النظام الدولي بشكل عام؟ هل وضحت لنا شكل النظام الدولي الذي كان لفترة قريبة ضبابي؟ الحقيقة قيل الكثير عن أن نظام القطبية الأحادي قد انتهى. نعم. وأن نظام تعدد القطبية قد ظهر مجددا مع بروز الدور الروسي والصيني والبريكس إلى حد ما. نعم. مع ذلك الشيء الواضح الحقيقة هو أن مجلس الأمن يشهد معارك طحن عظام دبلوماسية. نعم. يعني الوفد الأمريكي عندما يتحدث والوفد البريطاني بشكل خاص لا تشعر أنهما يقران بوجود شيء اسمه نظام عالمي. نعم. تشعر بأن اللغة التي يتحدثان بها هي لغة أحاديث الجانب إذا حبينا نحكي بشكل مهذب. نعم. وعمياء يعني مصابين بعمل ألوان سياسيا ودبلوماسيا. أنا أعتقد أن الكثير في الأمم المتحدة يرى فعلا بأننا انتقلنا إلى نظام تعدد القطبية. نعم. وهناك معطيات تدل على ذلك. أعطيك أيضا بعض الأمثلة. تفضل. لأننا اتفقنا في البداية أن تكون هذه الحلقة تفقيقية إلى حد ما. صحيح تفضل. الولايات المتحدة الأمريكية سحبت الكثير من مما تدفعه للميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بسبب كما يقولون أن جزء من هذه الميزانية يدعم القضية الفلسطينية كما تعرف. نعم. يعني هم انسحبوا من اليونسكو ولكن خففوا أيضا حوالي 500 مليون دولار مما يدفعوه للميزانية في نيويورك. هلأ الشيء الجديد الذي لا يعرفه المشاهد. نعم. هو أن الصين أصبحت الدولة الثانية في الأمم المتحدة التي تدفع للميزانية مباشرة بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الصين. نعم. وليس ألمانيا وليس اليابان وليس فرنسا وليس بريطانيا وليس إيطاليا. الصين اليوم هي رقم 2 في دفع في تغطية يعني ميزانية الأمم المتحدة. نعم. العادية. والصين هي الدولة العضو الأولى التي تدفع ميزانية عمليات حفظ السلام. تخيل. نعم. هذه نقلة نوعية. صحيح. أنا ليش عم بقول هيك؟ لأنه من يساهم في الدفع يساهم في صنع القرار السياسي في هذه المنظمة الدولية. صحيح. من يدفع يتحكم بالقرار السياسي. فأنا ذكرت فقط الصين. نعم. اليوم روسيا تشغل منصبا بمنتهى الأهمية في الأمان العامية وهو منصب وكيل أمين عام لشؤون مكافحة الإرهاب. نعم. وهو منصب جديد. صحيح. تم إحداثه مؤخرا وتم تسليمه لروسيا السفير فورونكوف. فهناك متغيرات تحصل على الرغم من أن يعني هناك صورة ما زالت تطرح كثير من التساؤلات. مثلا. نعم. مثلا المنصب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية الذي يشغله الآن فينتمان هو منصب محجوز للأمريكان
وهو اهم منصب في الوكاله كما في المنظمه الدوليه كما تعرف. نعم. يعني هو صانع السياسات في الامان العام. منصب وكيل الامين العام للشؤون الانسانيه هو من نصيب بريطانيا تحديدا. نعم. اليوم لفوق ومبارح اوبراين وقبل منه اموس لازم يكون بريطاني من يشغل منصب هذا المنصب الحساس اللي هو الذراع الانسانيه للامم المتحده. نعم. وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام يجب ان يكون فرنسيا. كان واحد اسمه لاتسوس واليوم اسمه جون لوي. هذه المناصب الحساسه الثلاثه محجوزه لكل من الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا. فهذا يعني ان عمليه الاصلاح في المنظمه الدوليه هي عمليه طويله صحيح ودقيقه وتحتاج الى مزيد من الوعي عند الدول الاعضاء. نعم. للاسف الخلافات يعني العربيه اضعفت دور الجامعه العربيه في الامم المتحده الى حد انه هذا الدور قد غاب نهائيا بعد تجنيد عضويه سوريا في الجامعه وهيمنه الخليجيين عليها. الخلافات العربيه ايضا اضعفت المجموعه الاسيويه، اضعفت المجموعه الافريقيه، اضعفت مجموعه 77 والصين، اضعفت حركه عدم الانحياز، لان المجموعه العربيه كانت كتله ضاغطه في كل هذه المجموعات والتكتلات. نعم. الخلافات في هذه المجموعه وضعفها وهلهلتها بسبب موقفها من الازمه السوريه وازمه وما يجري في اليمن. نعم. وما جرى في ليبيا ادى الى تراجع الدور العربي في هذه المنظمه الدوليه للاسف. نعم. طيب دكتور اعلم بانه وقتك ضيق، فقط نريد ان يعني على تجيبنا على اخر سؤال او اخر محور ممكن ان نناقشه، هو احاله بعض الملفات المتعلقه بالازمه في سوريا الى الجمعيه العامه للامم المتحده للتصويت عليها، ما جدوى هذه الخطوه وما مدى تاثيرها؟ هي حركه استعراضيه بكل صدق. طبعا هي للابتزاز السياسي، ولذلك انا يعني حكيت لك عن ثلاث مشاريع قرارات يتم طرحها في الجمعيه العامه كل سنه في كل دوره. صحيح. في الدوره السابقه في 2017 كان هناك مشروع رابع الحقيقه، تحرك رابع حاولت تركيا ان تطرحه، وهو المطالبه بعقد جلسه طارئه للجمعيه العامه تحت عنوان متحدون من اجل السلام، الموضوع المشهور المعروف اللي هو اساسه انه عندما يعجز مجلس الامن عن البت في مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين يصبح من صلاحية الجمعية العامة أن تتحرك. نعم. وهذه القصة بدأت بالحرب الكورية يعني بال 1951. نعم. فالبند المتحدين من أجل السلام حاولت تركيا أن تستثمره لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للنظر في موضوع حقوق الإنسان في سوريا، الوضع في سوريا. باعتبار تركيا بريئة من كل ما يجري في سوريا، ويعني براءة الذئب من بن يوسف. نعم. فتركيا فشلت في حركتها تلك آنذاك، وإلا كان ممكن يكون هناك أربع مبادرات في الجمعية العامة بدلا من ثلاثة. على كل حال، نعم، نقل أي موضوع إلى الجمعية العامة هو دليل ضعف الحقيقة وليس دليل قوة. نعم. لأنه الموضوع إجرائي وغير ملزم للدول الأعضاء، ودائما طرح أي موضوع حول سوريا لا يتم اعتماده بتوافق الاراء. نعم. والعدد في تراجع. يعني انت كما تذكر في بدايه الازمه عندما جرى اجتماع مراكش بما يسمى باصدقاء الشعب السوري انذاك. نعم. حضر 137 دوله في مراكش. اليوم 11 دوله فقط تجتمع ضمن نفس الاطار. 11 دوله فقط. نعم. والرصيد ايضا في التصويت في الجمعيه العامه في حاله انحسار يعني فظيع. ما عاد في اي مشروع قرار يجيب اكثر من 100 صوت في الجمعيه العامه. نعم. على كل حال هو يكفي لاي مجموعه من الدول في الجمعيه في الامم المتحده ان تطلب عقد، توجه رساله لرئيس الجمعيه العامه. نعم. وتطلب فيها عقد جلسه، بصير في جلسه. ما في مشكله. نعم. لكن طبعا اذا كان هناك اعتراض من مجموعه اخرى من الدول ثقلها كبير، ايضا ممكن رئيس الجمعيه العامه اذا كان نزيها وحياديا وموضوعيا وهو امر غير متوفر ممكن انه يوقف الموضوع، لكن هذا الامر ما عم يصير الحقيقه. فهي قضيه استعراضيه اجرائيه. نعم. لا قيمه لها. طيب بما انه نتحدث عن التفصيل في هذه الحلقه،
الجمعية العامة قراراتها غير ملزمة حتى لو كان هناك إحالة ملف من مجلس الأمن إلى الجمعية، لكن التوصيات التي تخرج من الجمعية العامة ألا تعاد لمجلس الأمن للبت فيها من جديد؟ يعني عندما يخرج توصية ما من هذا الاجتماع للجمعية باتجاه مجلس الأمن، ألا يتم أخذ بعين الاعتبار والبت فيه في مجلس الأمن؟ أتحدث عن إجراء دكتور. هلا من الناحية الإعلامية نعم هذا الكلام صحيح. لكن نحن ما لازم ننسى أنه أساسا سبب طرح الموضوع في الجمعية العامة هو عجز الدول التي طالبت بعقد الجلسة في الجمعية العامة عن فرض هذا الموضوع في مجلس الأمن. يعني بمعنى لذلك أنا قلت هو دليل عجز وليس دليل ضعف وليس دليل قوة، لأن الدول التي طرحت الموضوع في الجمعية العامة عجزت عن طرحه في مجلس الأمن. هلا ليش بيجوا للجمعية العامة؟ هو حتى لاستمرار مسلسل التشهير والابتزاز الإعلامي والضغط الإعلامي والإنساني بين قوسين على الحكومة السورية أو على حكومة أي دولة أخرى مستهدفة مثل سوريا. يعني بيصير بدول أخرى عم يستهدفوا دول أخرى وليس فقط سوريا. نحن أكثر من غيرنا، نحن أكثر من غيرنا مثل ما قلت لك الأرقام اللي قدمت لك إياها، لأنه يعني مليارات مئات المليارات من الدولارات صرفوا، مئات آلاف ساعات العمل في مجلس الأمن، جهد دبلوماسي وسياسي كبير جدا في كل من المراكز الحساسة في جنيف ولاهاي وفيينا ونيويورك وجنيف إلى آخره وأستانا وفيينا. فهذا المشروع الذي كلف كل هذا الجهد وكل هذا المال لن يستسلم بسهولة إلا أمام الحسم العسكري على الأرض من قبل الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا. نعلم وقتكم ثمين دكتور بشار، وأنتم تقودون جبهة حرب وربما تعد من أخطر الجبهات التي تحارب من خلالها سوريا. كل الشكر لك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري. شكرا لك دكتور. شكرا لك عزيزي. شكرا لك الله. بالنصر إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، قلوبنا معكم. شكرا. الشكر لكم أنتم مشاهدينا، إلى اللقاء.